خليني كمان اللي شاغل كل بيت في مصر النهارده التعليم. التعليم هيتم تأجيله ولا مش هيتم؟ هل التعليم هيتم في ميعاده ولا لا؟ هناخد اجازه نص السنه، هيبقى في امتحانات ولا الامتحانات اتلغت؟ خلينا ناخد ليه التعليق على هذا الخبر. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم العالي. دكتور حسام مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. تحياتي لحضرتك. خلينا الاول نطمن، هل هيكون في تاجيل للعام الدراسي الثاني او هيكون في تاجيل للامتحانات ولا مش هيكون في تاجيل للامتحانات وهيبداوا مع بدايه 16 فبراير او بدايه العام الدراسي الثاني هيتم الامتحانات في اول اسبوع؟ هو اجتماع المجلس الاعلى للجامعات اللي انعقد بالامس 23 يناير قرر بدء الامتحانات منتصف او بدء امتحانات الترم الاول بعد انتهاء اجازه منتصف العام الدراسي في 20 فبراير، وكما وجه السيد الوزير الدكتور خالد عبد الغفار بتوزيع جداول الامتحانات على جميع الطلاب في الاسبوع الاول من فبراير. وبالتالي فقرار المجلس وفق المعطيات الصحيه الموجوده حاليا انه سوف يتم عقد الامتحانات بعد الانتهاء من اجازه نصف العام مباشره. وهيكون في اول اسبوع زي ما حضرتك قلت كده. طيب بالنسبه لي هل هيكون مثلا الصف الاول والثاني الثانوي وده هيكون امتحاناتهم هتكون اونلاين مثلا؟ لا انا بتكلم على الجامعات. طيب خلينا طيب نروح طيب للجامعات. للجامعات كما اعلنا في بدايه العام الدراسي انه العام الدراسي السنه دي سوف يكون بنظام التعليم الهجين، جزء منه اونلاين وجزء بالحضور نتيجة لتغير الوضع الوبائي في الفترة السابقة في منتصف شهر ديسمبر وشهر يناير. وجه السيد الرئيس بأن يتم استكمال الفصل الأول من خلال التعليم الإلكتروني. النهاردة في وسط الظروف اللي احنا شايفينها من تناقص الأعداد وتحسن الوضع الوبائي أعتقد أنه سوف نعود مرة أخرى إلى التقييم وفق نفس النظام المعلن في بداية العام وهو الهجين، جزء بالحضور وجزء من خلال المنصات الالكترونيه. طيب كمان لو هنتكلم على المستشفيات الجامعيه عندنا اكتفاء ذاتي ونطمن الطلبه ان لو لا قدر الله حد يحمل اي فيروس هيكون نقله بسهوله. يعني الحمد لله احنا عندنا النهارده ما يزيد عن 33 مستشفى جامعي مخصصه للعزل. الحمد لله في خلال الاسبوع الاخير نسب الاشغال ونسب دخول العيانين قلت بشكل ملحوظ، وبالتالي وعدد المرضى اللي خرجوا متعافين زاد الحمد لله، وبالتالي عدد الحالات اللي موجوده في المستشفيات النهارده هو اقل عدد منذ بدايه ارتفاع الموجه، والحمد لله احنا عندنا يعني اكتفاء ذاتي على الاقل لمده 3 أشهر من الوقيات والادويه والمستلزمات الطبيه، وبيتم تجديدها من خلال هيئه الشراء الموحد بشكل دوري. طيب واخيرا لو هنتكلم على الخطه الجديده للجامعات الاهليه حضرتك هتقول لنا فيها ايه؟ هقول انه احنا بدانا السنه دي بثلاث جامعات وان شاء الله هيبقى العام القادم في الجامعه الرابعه تدخل الى الخدمه، بالاضافه الى انه تمت توجيه السيد الرئيس والموافقه على انشاء 15 جامعه اهليه تتبع الجامعات الحكوميه. امبارح بس في حصلت موافقه مبدئيه على انشاء جامعه اهليه جديده تتبع جامعه المنوفيه، فالحقيقه انه المسار انشاء الجامعات الاهليه الجديده التابعه للجامعات الحكوميه يسير بشكل جيد جدا، هناك دعم قوي لهذا التوجه والوزاره بتتوجه بقوه لزياده اعداد الجامعات الاهليه التابعه للجامعات الحكوميه، وفي شكل معماري نمطي تم اعتماده لكل الجامعات الاهليه بحيث يحقق اكبر استفاده تعليميه مع اقل انفاق عشان نحقق اكبر فائده من التمويلات المتاحه. دكتور حسام اخيرا رساله حضرتك لكل طالبات وطلاب الجامعات مع بدايه العام الدراسي الجديد، حضرتك هتاكد عليهم يكونوا حريصين ايه على ايه مع بدايه نزولهم للجامعات؟ يعني بدايه اقول انه هم الوزاره هو تحقيق تعلم في بيئة صحية آمنة. والحقيقة نحن لا نتعامل فقط كمسؤولين لكن نتعامل أيضا كآباء، والطلاب هم أولادنا وما لا نقبله على أولادنا البيولوجيين لا نقبله على أولادنا في الجامعات، وبالتالي حرصنا على صحتهم
إن لم يكن مماثل لحرصهم على صحتهم فهو يزيد عنه. ولكن نحن نحتاج إلى التزام الإجراءات الاحترازية، لأن العالم اتفق على أن التباعد، عدم التزاحم، غسل الأيدي، استخدام الكمامات هي الوسيلة الآنية لمنع انتشار الفيروس. الحاجة الثانية الأخيرة أنه نحن لا نذاكر عشان الامتحانات، نحن نذاكر لاكتساب المهارات والجدارات التي تؤهلنا للالتحاق بسوق العمل. وبالتالي لا تشغلوا أنفسكم كثيرا بآلية الامتحان، هل هو إلكتروني ولا بالحضور، لأن ده مش هيغير شكل المذاكرة. لما الامتحان يبقى إلكتروني ده مش هيخليك تذاكر أقل أو أكثر، لما يبقى بالحضور ده مش هيخليك تذاكر أقل أو أكثر. فانشغل بالحفاظ على صحتك وبالتعلم، ودعم يعني إيه نضع الآلية المناسبة لحصولك على التعلم في بيئة صحية آمنة، ولا تلتفت للشائعات، خذ دائما الأخبار من المصادر المعتمدة وهي الوزارة المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي. الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم التعليم العالي، انا بشكر حضرتك جدا يا فندم. خلونا دلوقتي يعني اخر خبر معايا هختم بيه، وهو خاص ان سوهاج من حوالي 3 ايام شهدت معجزه في الحقيقه، يعني معجزه غير طبيعيه ومعجزه الهيه احنا شفناها يمكن لأول مرة على السوشيال ميديا، ويمكن اللي أنا بقوله ده يعني حصري فقط لبرنامجنا النهاردة. سيدة من سوهاج عمرها 22 عام حسب ما تم يعني انتشاره على السوشيال ميديا وكل المواقع الإلكترونية، إنها أنجبت طفل رضيع عنده أسنان ودروس، يعني في كمان دروس بدأ ان هي تطلع طبعا في اسنانه، وشفنا ده يمكن على الصفحة الرسمية بتاعتي عرضنا الفيديو كان حصريا. خلينا ناخد معانا دكتور حازم اخصائي التخدير والعناية المركزة بمستشفى الهلال بسوهاج، وهو اللي كان متابع طبعا لحالة السيدة. هو مش معانا؟ طيب جهزوا لي المداخلة. وسبحان عندك ألام مزمنة بقالها فترات وبقالها سنين وملهاش علاج، فأنت ممكن تتوجه لطبيب علاج الألم، نقدر نوجد لك حل للمشكلة دي قبل ما ناخد خطوة الجراحة. وبالنسبة لنا إحنا في دبي كلينيك، فإحنا بنستخدم تقنيات علاج الطب التجديدي زي البرولوثيرابي، زي البلازما الغنية، زي الخلايا الجذعية، بتتفصل للمريض، لكل مريض حسب حالته. تخصص علاج الألم أوجد حل لحالات كتيرة جدا بدون جراحة. مفصل الركبة ده بيتكون من التقاء عظمتين، الجزء الأملس دوت لما بيحصل فيه إصابات